المركزي الأوروبي يواجه ضغوطا سوقية مكثفة لاتخاذ إجراءات جراحية خلال اجتماع السياسة النقدية. رئيس المصرف ماريو دراغي رفع مستوى التوقعات خلال مؤتمر جاكسون هول حينما تحدث عن الاستعداد للتحرك بكل الوسائل في سبيل خفض معدل الانكماش. مشكلة دراغي والمركزي الأوروبي تكمن في نفاذ الأسلحة اللازمة لوقف انخفاض التضخم والركود اللذين يجتاحان منطقة اليورو. التيسير الكمي على غرار الاحتياطي الاتحادي ربما يكون سيفا ماضيا، ولو أن الصقور من الأعضاء الـ24 في المركزي الأوروبي يقفون في وجه هذا الطرح.